هنا هانتوما تشوفوا حيت بيتنا هليله كامله هكا معرض للهواء راه كينشف، واخا كنحطوا وحده هكا على وحده ما كيتسقلناش. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله غادي نحضروا صابلي بريستيج. اذا بغيتوا طريقه التحضير، طريقه كيفاش كتنجح معكم الوصفه، كيفاش نصوبوا النوكا، يعني هو هاد الصابلي هذا مزيين بالنوكا، كيفاش نحضروا النوكا، كيفاش واخا الحلوه ديالنا فيها الكراميل يعني فخا نحطوها هكا ما كتلصقناش وحده على وحده. الا بغيتوا تعرفوا اسرار النجاح ديال الوصفه، الكميه اكثر من 130 قطعه، المرجو مشاهده الفيديو. هكا كنتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع العائله والاصدقاء، والى عجبكم المحتوى ديال القناه خليوا لي جيم وشكرا. الان ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندنا 250 غرام ديال الزبده، ومن الاحسن تكون الزبده لذة، هي اللي كتجيب لنا الصابلي ديالنا ناجح 100%، لان كل حلوه ونوعيه الزبده باش خصها تخدم. ملي كنديرو قليل من الملحه، عندنا 180 غرام ديال السكر حبيبات، ولكن كنعاودو نطحنو لان بعد شي ساعات السكر حبيبات كيكونوا الحبيبات ديالو غلاط وكيخسر لنا الحلوه ديالنا. هنا عندنا السكر ضروري باش كنعاودو نطحنوه. هنا باش كتساعدنا الخدمه على الزبده، الا كان الحال سخون راه حنا كنديروها على حراره المطبخ، ولكن الا كان الجو بارد راه حنا كنديروها في الميكرو اون جوج ديال الثواني، من جوج حتى لثلاثه نتاع الثواني كتجي الزبده هكا رطبه وكتساعدنا حتى في الخدمه. هنا من بعد ما حنا حطيناها هكا بحال الكريم، هنا عندي 100 مليلتر ديال الزيت. هنا الزيت ديالنا راه ناقص جوج سنتيم، هذا بالقياس ديال كاس العنبه. هنا غادي نزيدو الكليكوز، غنزيدو معلقه كبيره. هنا المعلقه يعني عيني ميزاني باش ما يلصقش معانا الكليكوز في يدينا او الفم معلقه، ضروري ما نفزقو يدينا او نفزقو المعلقه. هاد الكليكوز هذا كيعطي للصابلي ديالنا واحد القرمشه، هانتوما تشوفوا فاش كنفزقو يدينا ما كيبقاش لاصق لنا، كيهبط بواحد السهوله. هنا غادي نزيد معلقه صغيره من مسحوق الفاني. هاد مسحوق الفاني هذا هانتوما تشوفوا هذا بودر، ماشي سكر حبيبات، هذا كيعطي النسمه مجهده، يعني واخا كنديروا غير ثمن شاصيه وحده كيعطينا النكهه كثيره. هنا عندي جوج بيضات كاملين بيض وصفر، ومن الاحسن دائما البيض الذي ديروا به الكاطو يكون البيض الكبير، هذاك البيض الصغير راه بعد شي ساعات ما كيجيبش الحلوه زوينه بحال هذا البيض هذا الكبير. هنا عندي جوج صفر ديال البيض. هنا من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا كنزيدو الدقيق الخاص بالحلويات، عندنا راه مغربل. هنا عندنا كيس ديال الخميره من 8 غرام او 7 غرام بحال بحال. هنا كنبدا نزيد الدقيق، والدقيق اللي زدتو كندخلو وراه حنا ما كنكلكوش، يعني غير بالصبعان ديال يدينا كندخلو الدقيق. هنا نتوما تشوفو القوام ديال العجينه ديالكم. هنا دخلت لي 900 غرام ديال الدقيق، وبالنسبه للدقيق كيبقى على حسب نوعيه الدقيق واش كيشربوا ولا لا، وكيبقى حتى على حجم البيض. الا كانوا البيضات كبار راه كيدخل ليا 900 غرام، ولا كانوا البيضات صغار غيدخل قل، يدخل ديك 800 850. هنا كنجيبو هكا السلوفان ولا بلاستيك ولا ورق الطبخ، وكنديرو هكا وحده من التحت وحده من الفوق. هنا هاد البلاستيك اولا هاد السلوفان راه كيساعدنا باش كنخدمو الحلوه ديالنا كيف ما بغينا. هنا هانتوما تشوفو تقريبا خليت فيها ما بين جوج حتى ثلاثة ديال الميلين. هنا كنجيبو هاد الطابية هادي هانتوما لاخوهم، هادو راه رخاص كيتباعو بخمسة ديال الدراهم.
هادو فيهم وجه ملس وجه بحال بومبي هكا. حنا هاد الوجه هذا اللي بومبي هو اللي كنديروه هكا على العشينه ديالنا هكا. وغادي ندوزو بالتلاك يعني كنضغطو عليها باش كتاخذ لنا ديك هاد سميتو هاد الزواق اللي هنايا. هنا كنجيبو القطعه اللي حنا بغينا مدوره ولا اوفال وكنبداو نقطعو. هانتوما تشوفو يعني حتى فاش كنجيو نهزو الحلوه ديالنا راها كتجينا سهله فاش كنهزوها. هنا فاش كنقطع هاد الجنيبات هادو اللي كيبقالي هادو راه كنعاود كنجمعهم وكنعاود نطلقهم في نفس الوقت. ما كنحتاجش نخلي العجينه ديالي واحد الوقت طويله عاد باش ندلكها. لا هنا كنشوفوا يعني حتى في الهزه كيجينا ساهل. اللاطه اللي كنحط فيها راني ما دهنتهاش كنهز مباشره هكا وكنحط العجينه ديالنا فيها الزبده ما كتسقناش. كيما قلت لكم هاد السلوفان ولا الورق المطبخ ولا هذا كيساعدنا حتى على الحلوه باش كنهزوها بواحد السهوله. الفران راه سخون ندير اللاطه من الفوق وندير النار من التحت. النار كتكون متوسطه الا حتى كنشوفوا الصابلي ديالنا بدا كيتحمر من الجناب وكنديروا اللاطه لتحت وكنديروا النار من الفوق غير باش كيذهب لنا. الان نصوبوا النوكا الذي نحتاجه باش نزينوا الصابلي ديالنا. هنا عندنا 100 غرام ديال الزبده نزيدوا عليها 100 غرام ديال السكر. هنا ضروري ما نحققوا العبار ديالنا. خصنا 100 غرام ديال الزبده كنديروا 100 غرام ديال السكر. هنا غادي نزيد 100 غرام ديال الجليكوز. هنا عندي في المجموع 300 غرام. هنا بالنسبه للنار ما خصناش نديروا واحد النار تكون مجهده، نار متوسطه وكنوقفوا حدا الكاسرونه ديالنا وكنبقاو نحركوها. هنا من بعد ما كتبدا تغلي راه كنخليها 5 ديال الدقائق وهي على واحد النار كتكون هكا مهيله حتى كتبدا دير لنا هاد الفقاعات هادو هاد الكبار. هنا عندي 100 غرام ديال الزنجلان. الزنجلان مغسول ومنقي وما محمرش من غير التحمار. النار هنا كما قلت لكم نار مهيله. 100 غرام نتاع كاوكاو الفول السوداني هكا كونكاسي هانتوما تشوفوا هذا ان شاء الله غادي تلقاوه على القناه. 50 غرام هذا اللوز ايفيلي. اللوز ايفيلي ان شاء الله غادي نحطو لكم على القناه هانتوما تشوفوا اللوز ايفيلي كيفاش ناجح معنا 100%. وهذا راني حضرته في المنزل وان شاء الله دابا تلقاه على القناه. هنا بعد ما درت الزنجلان وكاوكاو هنا كنحرك تقريبا واحد 3 ديال الدقائق. ويمكن لكم تكتفيو غير بالزنجلان ولكن المقادير ديال الكاوكاو كونكاسي واللوز ايفيلي غادي نضعفو. مثلا عندنا 100 غرام ديال الزنجلان خصنا نديرو 200 غرام ديال الزنجلان او 200 غرام ديال اللوز كونكاسي او 200 غرام ديال اللوز ايفيلي. هنا ضروري نتحرك. هنا غادي نزيد هاد اللوز هذا ايفيلي. هنا فاش كنطفي النار راه كنخليه حتى كيتمهل هكا شويه كنحركو كنخليه انتم تشوفوا القوام ديالو كيفاش داير. هنا كنجيب هاد القوالب هادو ديال السيليكون وغادي نبدا نعمرهم. كندير غير هكا واحد
تشوفها. ما خصناش نعمروهم بزاف باش نحس كنديروهم في الفران ما كيفيضوناش. هنا الفران راه عندي سخون، ندخل لاطا ندير درجات الحراره. الا كان عندنا الفران الكهرباء نديرو 140 درجه، الا كان عندنا الفران الغاز غادي نديرو واحد النار كتكون مهيله. غادي ندخل لاطا ديالي تقريبا ما بين 7 6 ديال الدقائق، غادي نحل عليها. هنا كما قلت لكم ما بين 6 7 ديال الدقائق في الفران راه كيبداو كيسيحوا هكا شويه، كيخرجوا شويه على الجناب. كنعاودو نديرو لهم هكا، كنجمعوهم كنخليهم حتى كيبردو وكنحيدوهم من القوالب. هنا الخليط ديالنا راه هو كيقصح، يعني ما دين يجي يطيب هذا ونحيدو حتى هذا كيولي قاصح. هنا راه غير كنشعلو عليه النار صافي وكنحركوه وكيعاود يتطلق. الصابلي ديالنا هانتوما تشوفو الطياب ديالو كي تيجي، كيجي غير هكا مذهب. هذه النوكا ديالنا هانتوما تشوفو الكرنيشة ديالها كي دايره. هذا الكراميل إذا بغيتو تشوفوه راه عندي على القناة على عدة طرق، وحتى الطريقة ديال الحليب المركز كيفاش كنحضروه في المنزل راه عندي على عدة طرق. هنا كنجيبو هذه دابا سميتها التلصيقة، كنديروها هكا كنجيبو هاد الكراميل وكنطلعو هكا شوية على الجناب، كنطلعو هكا على الجناب على اليمين وعلى اليسار، وغادي نهبطو لهنا للحد ديالها. نتوما تشوفو هنايا عندي هذه الزريعة، هنا كنبقى ندير هكا كندير هكا كنسوس ديك لي كيكون زايد، وكنحاول كندخل هادو كنخليهمش خارجين